السلام عليكم باشمهندسين، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كويسين. السلام عليكم. السلام عليكم. الناس كده سامعاني كده يا اساتذه؟ طيب دقيقتين بالظبط الناس تتجمع. استاذ الناس كلها تقفل المايك لو سمحت، الناس كلها تقفل المايك لو سمحت. يلا كده مع بعض كده بسرعة نبتدي نراجع بعض أسئلة الناس اللي هي جات لي كده عندي البارح كده عندي. نراجع بعض أسئلة الناس اللي هي جات لي كده عندي البارح. تعالى كده مع بعض نقول كده عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بصوا عندي يا اساتذه، استاذ الناس كلها تقفل دايما الكاميرات بتاعتها والمايك لو سمحت. الناس كلها تقفل الكاميرات والمايك. طيب بصوا مع بعض كده عندي يا اساتذه، شير سكرين شير سكرين. تعالى دلوقتي كده مع بعض هنقول كده عندي بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كده مع بعض المحاضرة بتاعتنا. نفتح كده عندي برنامج الفوتوشوب كده عندي اهوت. طيب الناس لسه لغاية دلوقتي، بس عاجبني، انا عاجبني الأسئلة بتاعتهم، يعني مش عارفين ان هم يظهروا مين، يظهروا القوائم كده عندي. قائمة ستايل مش موجودة يا باشمهندس، قائمة ادجستمنت مش موجودة، مش عارف قائمة مين مش موجودة. اقول لك الغلطات بتاعتك فين، اقول لك الغلطات بتاعت حضرتك فين. القوائم اللي هي عند حضرتك مش موجودة، مفيش صوت. أحمد اطلع وادخل تاني، أحمد اطلع وادخل تاني. الصوت شغال، الصوت شغال. طيب بصوا مع بعض كده عندي يا أساتذة، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي إيه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي كده عندي أهو. بصوا يا أساتذة كده عندي، بصوا مع بعض كده عندي يا باشمهندس. انت ممكن الدنيا تكون ظاهره عندك ازاي؟ ممكن تكون الدنيا عندك ظاهره كده شايفين مقفوله كده عندي، كلر سويتشز ادجستمنت ستايل، ستايلك كده عندي اهي، بصوا ظاهره كده. انت ممكن عندي من ويندوز ستايل مخفيه ظاهره، ويندوز ستايل اختفى. طب تعالى شد ستايل بره اصلا الليله كلها، قفلنا ستايل. طب ستايل مش موجوده يا باشمهندس، اظهرها ازاي؟ ويندوز ستايل ظهرت قائمة ستايل، اقفل قائمة ستايل، شد قائمة ستايل، روح حطها مع قائمة ادجستمنت اهي، يبقى رتب اهو اهو ظهرت. ما تخافش اضغط بوظ الفوتوشوب براحتك، اضغط على اللينكات براحتك، بوظ عيش حياتك. طول ما انت مرعوب من الحاجة مش هتعرف تستخدمها، عيش حياتك، بوظ اضغط شوف، بوظ الدنيا كلها. كويس اهو، افتح تاني ظهر كده عندي ايه؟ ظهر كده عندي، ظهر كده عندي اهو، ادي القوائم. المشكله ظاهره فولدرات، جميل حلو. محمد لطفي كده يعني بيقول لي المشكله انها ظاهره فولدرات، عشان انت الاصدار اللي عندك غير الاصدار اللي عندي، انا الاصدار عندي قديم. الاصدارات الجديده ظاهره فولدرات. الفولدر جنبيه سهم، تضغط السهم تلاقي كده الحاجات اللي جواه. يعني تلاقي كده الاستايلات بتاعتك، انت الاستايلات بتاعتك كده عندي ظاهره فولدرات كلها. انت عندك اصدار احدث من اللي عندي. طب خلاص افتح السهم هتلاقي فيه الايقونات دي برضو من جوه، افتح الفولدرات دي هتلاقي فيها الاشكال دي، بس انا عندي مجمعه، انا عندي مجمعه ولسه ما ضفتش الاستايلات الافتراضيه اللي موجوده كده عندي في البرنامج كده عندي، لسه ما ضفتش الافتراض ال عندي الحاجات الافتراضيه اللي موجوده في البرنامج. طيب ريناد، ريناد بتقول لك ما فيش صوت. بصوا يا اساتذه ساعدوني بقى في الحته دي، لما حد يكتب ان مفيش صوت قولوا له اطلع وادخل انتوا مره ثانيه، ردوا عليه يا ريناد اطلعي وادخلي مره ثانيه.
يعني ساعدوني في الحته دي عشان ما اقعدش انا اكتب واضيع الوقت في الكتابه، يبقى انا شغال وانتوا تجاوبوا، تساعدوني في الحته زي دي لما حد يكتب كده عندي اهوت. طيب يا هندسه بعد اذنك وانا بسمع ستايل في، مش لاقي ستايل في الفيديوهات، وانا بسمع الفيديوهات مش لاقي ستايل. طيب بصوا مع بعض كده عندي اساتذه، لو انت ما انتش لاقي الفيديو بتاع الستايل، ولا ما انتش لاقي، ولا ما انتش لاقي قائمه الستايل في البرنامج عندك، عملت زي ما حضرتك قلت من ويندو. طيب ويندو ستايل، ضغطت على ستايل من هنا، بص بقى معايا، لازم هتطلع في الجنب هنا، لازم، مش ممكن انها ما تطلعش، لازم هتطلع، بس ممكن تلاقيها طالعه ازاي، ممكن تلاقيها طالعه بالشكل ده اف اكس ستايل، ممكن تلاقيها كمان طالعه كده، بص 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 الشكل ده، ممكن تلاقيها طالعه كده، ممكن تلاقيها طالعه بالشكل ده، فمش باينه، فانت ما انتش شايف فين ستايل دي، كويس، فانت ما انتش شايف فين ايه، فين ستايل كده عندي، وصلت كده معايا؟ افتح كده عندي اهو، اظهر كده عندي، اقفل، اظهر، كويس، الفولدرات، عيش حياتك، ظبط الدنيا، ظبط الدنيا كده عندي اهو، وصلت؟ لا سجلت خلاص، الحمد لله، الحمد لله يا محمد، خلاص ظبطت البرنامج ان هو يسجل مع نفسه، الحمد لله عشان خاطر ما يضيعش ولا ثانيه تسجيل كده ان شاء الله. طيب تعالى بقى دلوقتي كده مع بعض نقول كده عندي بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي كده عندي ايه، ونبتدي كده مع بعض تاني وتالت. يا شيماء، يا شيماء انت مركبه، انت بتتكلمي منين يا شيماء؟ ثانيه واحده، شيماء انت مركبه السماعه ولا لا؟ من على جهاز كمبيوتر ولا موبايل؟ كمبيوتر. جوين للصوت، اللي الصوت عنده مش شغال يعمل جوين للصوت يا اساتذه، اللي الصوت عنده مش شغال يعمل جوين للصوت كده عندي اهو، جوين للصوت، وان شاء الله الدنيا تشتغل، ان شاء الله الدنيا تشتغل. طيب يلا بينا نكمل بقى كده عندي الادوات، يلا نكمل الادوات كده عندي، بصوا مع بعض كده عندي يا اساتذه، لو عملنا فايل نيو، عملنا فايل نيو، اظن فهمنا الكلام ده كله، اسم اساتذه، الناس اللي مش سامعه حاجه، الناس اللي مش سامع حاجه كده عندي اهوت، الناس اللي مش سامع حاجه يا اساتذه، كويس، يبتدوا ان هم يطلعوا من المحاضره ويدخلوا مره ثانيه، يطلعوا من المحاضره ويدخلوا مره ثانيه، ولما يجي يدخلوا يعملوا انيبل للصوت، يعملوا انيبل، انيبل للصوت، انيبل للصوت، يعمل جوين ساوند، انيبل ساوند، جوين سين، اي كان اللي هيبتدي يعمله. طيب بص مع بعض كده عندي يا اساتذه، عملنا كده فتحنا فايل جديد كده عندي اهو، فتحنا فايل ايه، فايل جديد. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، لما فتحنا فايل جديد كده عندي، قلنا اول حاجه حضرتك تعملها تضغط دبل كليك من هنا، تضغط دبل كليك من هنا، اوكي، ضغطنا دبل كليك، احول دي اللاير، لاير عاديه. طب اعمل ليرات ثانيه، عملنا ليرات ثانيه. طيب بصوا بقى معايا كده عندي، تعالى بقى ركز النهارده في محاضره النهارده على الاخر، ركز لي في محاضره النهارده على الاخر كده عندي، اشمعنى بقى كده عندي التركيز في محاضره النهارده الاخر، لان احنا في محاضره النهارده هنتكلم على ادوات السلكشن، أدوات التحديد، أدوات عمل التحديد في الفوتوشوب. بصوا بقى مع بعض واسمع مني الكلمتين دول، اسمع مني الكلمتين دول وحطهم حلقة في ودانك كده عندي، إيه بقى كده عندي؟
الديزاينر الشاطر، الديزاينر الشاطر اللي هيعرف يعمل التحديد بتاعه بأعلى جودة في أقل وقت. مرة تانية، الديزاينر الشاطر هو اللي هيعرف يعمل التحديد بتاعه بأعلى جودة في أقل وقت. وهكتبها كده عندي أهو، المصمم الشاطر كده عندي أهو، المصمم الممتاز هو اللي هيعرف يعمل، هو اللي هيعرف يعمل التحديد اللي هو عاوزه في أقل وقت بأعلى جودة. باشمهندس أنت قلت الكلمة دي ثلاث مرات، أنا قلتها ثلاث مرات عشان الكلمة دي مهمة جدا، عشان الكلمة دي مهمة جدا، الكلمة دي مهمة جدا. طب اسمع معايا اللي جاي، اسمع بقى معايا كده عندي إيه، اسمع معايا اللي جاي. بصوا بقى مع بعض كده عندي يا أستاذ، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي إيه، من أهمية أدوات السليكشن تعالى نعد عدد أدوات السليكشن، عدد أدوات التحديد. تعرف التحديد يعني إيه؟ يعني تحدد حتة معينة. ده كده أنا كده اسمي عامل سليكشن، عامل حدود على الحتة دي. ليه بعمل التحديد؟ هقول لك دلوقتي ليه بتعمل التحديد. هستفيد إيه من التحديد؟ هقول لك هستفيد إيه من التحديد. بس تعالى نشوف بقى كده عندي التحديد ده أصلاً بيتعمل بكام أداة. يبقى تعالى كده الأول نبتدي ان احنا نشوف التحديد ده بيتعمل بكام اداه كده عندي. عد معايا يا سيدي ادوات التحديد في الفوتوشوب. بص يا سيدي، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، اربع ادوات تحديد. قلنا كده معنى ان الاداه فيها مثلث صغير كده في الجنب، يعني معناها فيها ادوات فرعيه. ادي اربع ادوات، عد معايا. خمسه، سته، سبعه، سبع ادوات. ثمانيه، تسعه. تسع أدوات. كويس؟ فين عندنا تاني بتعمل تحديد؟ عندي 10. كويس؟ 10 بتعمل كده عن تحديد كده عندي أهو. طيب فين تاني كده عندي بيعمل تحديد؟ 10. بص 11، 12، 12 أداة. 13، 14، 15، 16، 17، 18. 18 أداة. 19 أداة. 20 أداة. 21. 21 أداة. 21 أداة. كويس؟ بيعملوا لك تحديد. يعني عندك أداتين لقيتيهم. طيب ماشي. أنت عندك 21 أداة بيعملوا تحديد في برنامج الفوتوشوب. كلهم نفس الغرض، إن أنا في الآخر هعمل تحديد. كلهم نفس الغرض، كلهم نفس الغرض. ان انا هعمل تحديد، ان انا هعمل تحديد. 21 اداه يا باشمهندس، 21 اداه بيخلوك تعمل تحديد. من اهميه التحديد، المصمم الشاطر بقى هو اللي هيعرف، هو اللي هيعرف اي اداه، اي اداه هتعمل له التحديد اللي هو عايزه. كويس؟ بجوده عاليه وفي اقل وقت. لان انا ممكن اعمل تحديد باي اداه، مش فارق معايا. اعمل التحديد اللي انا عايزه باي اداه، باي اداه، مش فارق معايا التحديد ده معمول باي اداه. كويس؟ بس تعالى كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ بس انا عايز اعرف اعمل التحديد اللي انا عايزه باعلى جوده في اقل وقت. طيب بصوا بقى مع بعض كده عندي يا اساتذه. حصه النهارده حصه مهمه جدا جدا جدا. ليه بقى كده عندي؟ لان انا عندي الادتين ده همت اهم ادتين. الريكتانجلر ماركي تول والاليبتيكال ماركي تول. الريكتانجلر ماركي تول والاليبتيكال ماركي تول اهم ادتين في التحديد. ليه بقى كده عندي؟ ليه دول اهم ادتين في التحديد؟ لان انا عندي الخواص بتاعتهم. الخواص، انا قلت لك مفيش تحديد، مفيش اداه من غير خواص. الخواص بتاعتهم بتتكرر في ال 21. بصوا بتتكرر في معظم الادوات. فاللي انا هشرحه النهارده مش هيعيده في الادوات الثانيه. انت خلاص عرفته. انت عرفته وفهمته جدا النهارده. فاللي انا هقوله النهارده مش هعيده مره تانية. ليه؟ ما انت خلاص عرفته، هعيده لك كل يوم. لا مش هعيده لك كل يوم، ده انا عندي حاجات تانية كتير عايز اقولها. فركز معايا كتير النهارده في حته ادوات التحديد دي كده. طيب تعالى كده نقوله بقى كده عندي. بسم الله الرحمن الرحيم.
تعالى كده مع بعض نبتدي اول اداه تحديد كده عندي اهي، اول اداه تحديد كويس اللي هي كده عندي ايه؟ الريكتانجلر ماركي تول اللي هي اختصار حرف ام في الكيبورد. يعني لو ضغطت ام وانت واقف على اي اداه ضغطت ام في الكيبورد يوديك عليها على طول. طب عايز انقل في اللي جواها، على فكره انا قلت الاختصار ده، قلت الاختصار قبل كده، عايز اجيب الاداه اللي جواها، الشاطر بقى اللي يقول لي يعرفني ان هو متابع معايا كده المحاضرات. الاختصار، عايز اجيب الاختصار الاداه اللي جواها. ال 30 واحد اللي حاضرين النهارده وحاجه عارف الاختصار شيفت بالظبط كده عندي بندوس شيفت وحرف الام، شيفت وام ينقلني كده عندي الاداه اللي جواها، شيفت وام ينقلني على الاداه اللي جواها شيفت معاهم بالظبط، شيفت وام شيفت وام. بصوا معايا ادي شيفت وام ينقل لي الاداه اللي جواها شيفت وام ينقلك الاداه اللي جواها كده عندك. طيب جميل، يبقى شيفت زائد الحرف ينقلك زي الاداء، ممتاز كده عندي. طب جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه الريكتانجلر ماركي تول اللي هي اول واحده دي بتعمل ايه؟ اداه عمل سيليكشن على هيئه مربع او مستطيل. السيليكشن ده بيتعمل على هيئه مربع او مستطيل اهو، مربع او مستطيل كده عندك او مستطيل كده عندك، مربع مثلا كده عندك، طالما الويتس قد الهايت بصوا بقى مع بعض كده عندي هذا مربع كده عندك، طول قد العرض، الطول قد العرض، الطول قد العرض كده عندك. طب مستطيل اهو الطول مش قد العرض. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ معنى ان في شريط منقط كده عندي، شريط منقط كده عندي يعني معناها كده عندي ايه؟ معناها ان انت عامل تحديد، عامل سيليكشن دلوقتي. طب عايز اضيع السيليكشن ده، عايز اضيعه، اضغط في اي حته بره بنفس الاداه، في نفس الاداه في اي حته بره، او اضغط في اي حته في التصميم، او اضغط كنترول وحرف الدي في الكيبورد اللي هي دي سيليكت. وعلى فكره الاختصار ده مهم. ليه بقى كده عندي؟ لو انت عامل تحديد ولغيت التحديد ده بحرف الدي بكنترول ودي، انت تعرف لو احنا خدنا البارح خطوات التراجع قلنا الفوتوشوب بيرجع كام خطوه؟ بيرجع كام خطوه الافتراضي بتاعه؟ بيرجع 20 خطوه، بيرجع 20 خطوه. طيب لو انا عديت ال 20 خطوه بتوع التراجع وعايز ارجع لاخر تحديد اللي انا كنت عامله بضغط كنترول شيفت دي يرجعني لاخر تحديد حتى لو كنت عديت 100 خطوه. التحديد ده بالذات من اهميته بره خطوات التراجع. لو انت عامل تحديد كمان مره اهو، لو انت عامل تحديد ولغيت التحديد بكنترول دي وعملت 500,000 خطوه بعديه وعايز ترجع اخر تحديد انت كنت عامله اضغط كنترول شيفت دي ترجع اخر تحديد كده عندك. يبقى كنترول دي سيلكت هيلغي لك التحديد، كنترول شيفت دي بيرجع التحديد مره ثانيه. يبقى ده كده عندي اختصارين مهمين جدا عندي، اللي هو ان انا الغي التحديد وارجع التحديد مره ثانيه. طب يا باشمهندس بالله عليك يا باشمهندس انت قاعد زللنا من ساعتها، تحديد 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 تحديد، هو انا هعمل اصلا بالتحديد ده ايه؟ هستفيد ايه من التحديد ده؟ يعني مش افهم انا بعمله ليه؟ عشان اعمل التحديد؟ حلو، تعالى افهمك انت بتعمل التحديد ليه؟ تعالى كده ليه بنعمل التحديد في الفوتوشوب؟ لماذا؟ لماذا نقوم بعمل تحديد في الفوتوشوب؟ ليه بنقوم بعمل تحديد فين؟ في الفوتوشوب كده عندك. بصوا بقى مع بعض كده عندي يا اساتذه. هنعمل تحديد في الفوتوشوب ازاي كده عندي؟ ليه بتعمل تحديد؟ اول حاجه انت بتحدد المنطقه بتحدد على منطقه كويس علشان خاطر تملى المنطقه دي لون، املاها لون. انا حددت على منطقه كده عندي اهوت، انا عملت لير فاضيه محدد على منطقه، احط اللون الامامي ازاي؟ احط اللون الامامي في المنطقه اللي انا محددها ازاي؟ قلت الاختصار ده البارح Alt Backspace، حطي لي اللون الامامي في المنطقه اللي انا محددتها، ما حطهاش في اللاير بالكامل، ما حطهاش في اللاير بالكامل، حطها في المنطقه اللي انت محددها بس.
طب عايز الغي التحديد كنترول ودي اهو، يبقى انا كده عملت مربع. عايز احرك المستطيل ده باداه الموف تول، حركته، يبقى بدات الدنيا تمشي معايا كده عندي اهو، يبقى بدات الدنيا تمشي معايا، بدات الدنيا تمشي معايا اهي. طيب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض، انا عايز اعمل تحديد على هيئه مربع، مربع كده يا سيدي، عايز املاه باللون الاحمر، كنترول باك سبيس. بس تلاحظ بقى كده عندي ايه، كنترول دي، انت تلاحظ الشكلين كده اتحطوا في نفس مين، في نفس اللير اللي انا واقف عليه. وانا قلت لك البارح كده عندي ايه، لو سمحت اي حاجه عايز تعملها حطها في لير، في لير منفصل. يبقى انت كده اول حاجه، اول فايده للتحديد تملى المنطقه اللي انت عايزها له. طيب طب يا باشمهندس، لو جيت تحرك، لو جيت تحرك المربع الاحمر ده، دي تحرك المربع الاحمر يتحرك لك المستطيل الازرق معاه، يا دي النار الاخضر عليا وعلى سنيني، اتحرك المستطيل الازرق يتحرك الاحمر معاه، لان انت حاططهم الاثنين في طبقه واحده، في طبقه واحده. طب اعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ اعمل تحديد على اي واحد فيهم. يبقى دي تاني فايده اهو، هعمل تحديد على المربع ازيد منه، لان انا عامل، طب انا عامل تحديد على المربع يا باشمهندس وعلى الابيض، الابيض ده على فكره الشفاف ده، ده اللير البيضه اللي تحت، انت مالكش علاقه بيها، انت واقف على اللير ده. يعني لو انا طفيت اللير اللي تحت دي، انت محدد الاحمر بس اهو، الباقي ده شفاف، ما فيهوش حاجه كده عندهم، كده يعني شفاف. بس انت عشان اللير دي باينه، فانت محدد الاحمر والابيض، بس انت واقف على اللير ده، انت محدد كده الاحمر بس. طب حلو، يبقى انا عملت كده عن التحديد، يبقى انا كده مليت المنطقه دي لون. طيب عايز اعمل ايه؟ بص معايا، عاوز احذف المنطقة دي، منطقة دي عايز احذف المربع الاحمر ده، حدد عليه واضغط ديليت. اتحذف، اتحذف، ما هو اتحذف اللي جوه الحتة اللي انت عملت عليها سيلكت. طب رجعته انا تاني ازاي بكنترول زد؟ رجعت انا الاحمر مرة تانية تاني ازاي بكنترول زد؟ لان انا هستخدمه بعد كده. طب يا باشمهندس، يبقى اول حاجة مليتها لون حلو، تاني حاجة بحدد المنطقة عشان احذفها. انت تعرف مثلا كده عندي ايه؟ انت تعرف كده عندي، انا دلوقتي عندي صوره، عندي صوره، انت بتروح الاستوديو، الاستوديو بيصورك، الراجل بياخدك كارت، فبيحط لك خلفيه وراك لونها ازرق او لونها اخضر. ليه كده عندي؟ عشان هيحدد على الخلفيه اللي لونها اخضر دي ويروح شايلها، ويحط لك بقى وراك منظر طبيعي، اضاءه، يحط لك شكل كده عندي ايه، صوره كويسه وراك. يبقى هيحدد الخلفيه، يبقى انا هعمل تحديد بالخلفيه ايا كان بقى شكل التحديد، مربع اخضر، مربع، مثلث، دايره، لسه هنبتدي هنتكلم على جميع اشكال التحديد دلوقتي. يبقى انا كده عندي ادي المربع كده عندي اهو. طب خلاص عرفت كده عندي ايه، يبقى اول حاجه من فوائد التحديد املى له. طيب تاني حاجه احذف المنطقه دي، رحت معلم عليها وضغطت ديليت في الكيبورد. طيب ايه تاني؟ بص بقى معايا، عاوز احرك المنطقه دي بس من اللير، من الطبقه. مش انا لما كنت بحرك من غير تحديد دلوقتي باجي احرك الاحمر، الازرق بيتحرك معايا عشان الاثنين على نفس الطبقه. كويس. طيب علمني على الحته دي اهو، هات اداه الموف تو، حرك الاحمر بس اللي اتحرك وانا على نفس الطبقه، الاحمر بس اللي اتحرك، لان انا محدد كده عندي الاحمر، محدد الاحمر كده عندي، بعدته خلاص اهو وضغطت كنترول دي، جميل، حركته كده عند اهو. يبقى انا بعمل تحديد عشان احرك المنطقه دي من الطبق. طب بعمل تحديد تاني ليه؟ بص معايا، بعمل تحديد عاوز اخد نسخه من المنطقه المحدده في نفس الطبقه باستخدام التحديد. بص، اداه التحديد، اداه التحديد زائد الموف تول، الموف تول. ازاي بقى كده عندي يا باشمهندس؟ بصوا معايا، انا عندي اهو، رحت جاي اهو محدد على المربع كده عندي اهو. لو انا دلوقتي جبت اداه الموف تول، انا بحرك المربع، طب عايز اخد منه نسخه، حط ايدك على الالت، على الالت، ثبت ايدك على الالت وانت بتسحب المربع، ادي نسخه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، ادي الخمسه، ادي السته اهو، خدت نسخ كده منه كده عند دوت. طب عايز ارجع في اللي انا عملته كنترول الت زد، رجعت كذا خطوه كده عند دوت،
معلش يا باشمهندس، تاني الحته دي بعد تاني بعد اذنك يا باشمهندس قول لي. طب دلوقتي انا حطيت الاثنين في لاير واحد، فانا وقت ما اجي احرك بعدات الموف دول المفروض ان انا احرك الشكلين اللي هم معمولين. بالظبط. حضرتك دلوقتي حركت المربع الاحمر لوحده ازاي؟ عن طريق ان انا عملت عليه تحديد، حددته الاول اهو، انا حددته وانا واقف عليه، اهو مش انا واقف في اللاير بتاعته، حددته اهو، جبت الموف تول حركت يتحرك هو لوحده، لان التحديد عليه اهو، التحديد عليه اهو، تمام يبقى هو اتحرك لوحده كده عند اهو. طيب انا كده بحركه لوحده. طب انا عايز اخد منه نسخه، حط ايدك على الالت، على الالت وشد واسحب ياخد لك منه نسخه، حط ايدك على الالت وشد واسحب ياخد لك منه نسخه تانية اهو، يبقى بالالت ياخد لك منه نسخه من الشكل المحدد اهي، يبقى الت زائد اداه التحديد وشد واسحب كويس ياخد منه نسخه. يبقى الاختصارات دي كلها لازم تكتبها، لازم تكتبها، هتعملها ازاي الاختصارات دي؟ طيب بص معايا كده عندي، يبقى دي اخذ نسخه من المنطقه المحدده في نفس الطبقه عن طريق الاداه الموف تول. طب يا باشمهندس مش عايز باداه الموف تول، كنترول سي نسخ وكنترول في لصق، بس حطها لك في طبقه جديده، في طبقه جديده. مش انت كنت محدد دلوقتي منطقه؟ طب يا باشمهندس انا شايفهم واحد بس، لان الاثنين فوق بعض بالظبط اهي، اهي في طبقه ثانيه كده عندي اهي. طب يا باشمهندس معلش تاني، بص معايا عشان بص، انا عارف ان الموضوع بدا ايه، بدا يبقى مكلكع شويه، فانا بفتح لك الدنيا على الاخر كده عند اهوت، وبقول لك الخفايا كويس. شفت فيديو، شفت النهارده كده عندي واحد بيقول لك علمك الفوتوشوب في ساعتين ونص، علمك الفوتوشوب في ساعتين ونص ايه. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، ادي مربع وادي مربع تاني كده عندي اهوت، ادي مربع وادي مربع تاني. طب انا عايز اخد نسخه من المربع ده، اخد نسخه من المربع باداه الموف تول وبالت وشد واسحب اهو، ده في نفس اللير. طب عايز في طبقه تانيه اخد كنترول سي، طب لو عملت كنترول في هتنزل في طبقه جديده. طب يا باشمهندس انا عايز انزلها في نفس الطبقه، اضغط كنترول شيفت في، ثانيه واحده كنترول في، ثانيه واحده كنترول زد، كنترول سي خدنا نسخه، كنترول الت في، هي كنترول شيفت في في نفس الطبقه، لا ثانيه واحده ست، كنترول شيفت في، انا عارف انها في نفس الطبقه، بس الاختصار متشال من الاصدار اللي عندي ده، الاختصار متشال من الاصدار اللي عندي ده كويس. انا عندي كنترول سي، كنترول سي وانا عامل التحديد بتاعي، تعالى كده نجربها كده مره ثانيه عشان انا اكيد من الاختصار اللي انا بقوله ده، الاختصار بس هتلاقيه في الاصدار القديم. انا عامل تحديد كده عند اهو، كنترول سي في نفس الطبق، خدت كده خدت نسخه، كنترول في في طبقه جديده. طب انا مش عايز طبقه جديده، انا هعمل كنترول شيفت في برضه في طبقه جديده، لغوا الاختصار بتاع ان هو ينزل في طبق في نفس الطبق، يبقى نفس الطبق يبقى بالموف تول، بس بالموف تول وتشد وتسحب. ممكن في الاصدارات القديمه تلاقي الاختصار اللي انا بقول لك عليه، لان انا اكيد من الاختصار اللي انا بقوله، انا اكيد من الاختصار اللي انا بقوله كويس، انا اختصاراتي كلها صحيحه بس في الاصدارات القديمه. طيب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ طب يا باشمهندس انا دلوقتي كده عملت كده عندي المربع، المربع كده عندي اهو، بصوا معايا، يبقى انا دلوقتي كده عندي ايه؟ اول حاجه املاها لو، عاوز احذف المنطقه المحدده دي، عايز احرك المنطقه المحدده بس في نفس اللير، عاوز اخد نسخه من المنطقه المحدده في نفس الطبقه، يبقى كده باداه التحديد والموف تول، ومعاهم مين؟ ومعاهم الالت، الالت. طيب عايز اعمل ايه تاني كده عندي يا اساتذه؟ بص معايا، عايز انقل المنطقه المحدده الى طبقه جديده، دي ليها اختصارين كده عندي، دي ليها اختصارين كده عندي كويس. بصوا يا اساتذه، عشان انقل المنطقه المحدده لطبقه جديده، بصوا معايا، انا دلوقتي كده عندي ادي مربع وادي مربع كده عندي اهو. طيب جميل. طب تعالى كده خلي لي ده اخضر او ازرق، عندي كده عندي ايه؟ عندي
علم لي كده عند عليهم كده عند هوت، علم لي كده عند عليهم وادمجهم مع بعض. ادمج الاثنين لاير دول مع بعض بايه؟ ادمجهم مع بعض بايه؟ بكنترول، كنترول وايه واي، حرف الاي عشان حد سالني عليها البارح، قال لي ادمجهم ازاي مع بعض. مسكت الاثنين لاير، حددت على الاثنين لاير وضغطت عليهم كده عندي بكنترول وحرف ايه وحرف الاي. كويس. طيب، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، عندي كالتالي كده عندي اهوت يا اساتذه. الاسئله اللي هي لسه مش في ميعادها يا اساتذه هاخرها شويه. السؤال اللي انت بتساله ده كويس، لسه في اخر البرنامج اجاوبه دلوقتي ازاي؟ بصوا مع بعض كده عندي يا اساتذه، يبقى انا دلوقتي كده عندي مع بعض كده عندي ايه، يبقى انا دلوقتي كده مع بعض انا عندي مربعين كده عندي اهوت. طب انا عايز افصل المربعين دول، افصلهم. تعالى كده علمني كده عند المربع ده، علمني كده عند على المربع ده كده عند اهو. بص يا سيدي اهو، انا عايز افصل ده عند، افصلهم كل واحد في طبقه ثانيه مختلفه. طيب عندي حاجتين، الاختصار اللي هو بص الصاروخ كنترول شيفت جي، كنترول شيفت جي هياخد نسخه من الشكل، هينقل الشكل من اللاير دي اللاير ثانيه. كنترول شيفت جي، وقف كده عندي على اللاير، كنترول شيفت جي اهو، نقل نسخه من الشكل في لاير جديد، نقل نسخه من الشكل في لاير جديده، نقل نسخه من الشكل في لاير جديده كده. يبقى انا اهو اهو لو انا ضغطت، انا محدد الاثنين في نفس اللاير على فكره، الاثنين في لاير واحده. كويس. تعالى كده مع بعض اعمل لي ايه، لارج سم، الاثنين كده عندي ايه، الاثنين كده عندي في لاير واحده كده عندي اهو، اهو في لاير واحده. طب انا عايز اعمل ايه، انا عايز انقل ده كل واحد في لاير، احدد على الحته اللي انا عايزها واضغط كنترول شيفت جي، خدها كات وحطها بيست في لاير جديد. يا اما تعملها مانيوال، اعمل كنترول اكس كات واعمل لاير جديده، واعمل كنترول في بيست. يبقى مين الاحسن لي، مين الافضل لي كده عندي؟ الافضل عندي اللي هو كده عندي ايه، اللي هو كنترول شيفت جي. ايمان بتقول لي تهنا، تهتي في ايه يا ايمان؟ ايه اللي انت توهك، ايه اللي توهك يا ايمان؟ بعد اذنك يا هندسه قول لي، انا رغم ان انا معايا المربعين في لاير واحد، حلو، هل ينفع ان انا اخد نسخه من مربع معين منهم بالت واسحب في لاير ثاني، ولا ما مش هتيجي معايا؟ انت عايزه في نفس اللاير ولا في لاير جديده؟ لا في لاير جديده، لاير جديده. بعد بص، ما ادوس من غير الت، دي من غير الت. بص اهم الاثنين في نفس اللاير كده عندهم، بص الاثنين في نفس اللاير اهو، مش الاثنين في نفس اللاير. انت عايز تاخد نسخه من مين تحطه في لاير جديده؟ اي واحد فيهم قول لي وانا هشتغل على طول. الاحمر، الاحمر هروح معلم على الاحمر، حددت على الاحمر، اعمل ايه بقى كده عندي؟ بص يا سيدي، يا تعمل كنترول سي وكنترول في يعني نسخ ولصق، يا تعمل كنترول سي وكنترول في، يا اما تعمل كنترول جي بس، كنترول جي خد لك نسخه من المربع بقى اهو، حطوا لك في لاير جديد على طول نسخه من المربع الاحمر كده عندك، يا كنترول سي وكنترول في يا اما كنترول جي. تمام يا هندسه، وصلت كده معايا؟ طيب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، اميره بتقول لك ممكن الجزء الاخير تاني، ايه الجزء الاخير اللي انت عايزاه كده عندي؟ ايه الجزء اللي انت عايزاه يا اميره؟ حضرتك يعني اللي هو كنترول شيفت جي او ننقلها بطريقه ثانيه، ما فهمتهاش. تنقليها بطريقه ثانيه، تنقليها بطريقه ثانيه كده عندي ازاي؟ بص معايا انا دلوقتي، لو انا دلوقتي علمت كده عندي على مين؟ علمت كده عندي على الاحمر ده كده عند اهوت، لو عملت كنترول اكس يعني كات، مش اتشال من هنا اهو، اتشال من هنا، اعمل كنترول في هينزل في لاير جديد اللي هي كات كوبي وكات وبيست بتاعت الويندوز. طب انا مش عايز كده، انا عايز انقله مره واحده، ولا كنترول اكس ولا كنترول في، يبقى كنترول شيفت جي. تمام يا باشمهندس، كنترول شيفت جي راح نقله فلير جديد على طول، راح اعمل له كات فلير جديد. طب لو كنت عملت كنترول جي بس هيعمل نسخه فلير جديد، يبقى كنترول شيفت جي هينقله خلاص فلير جديده. كنترول عندي جي هياخد نسخه منه ويوديه لير جديد. يعني لو انا كده عندي عملت كده عندي اهو،
بصوا مع بعض، لو انا دلوقتي عملت كده دلوقتي على الازرق كده عند اوت، ورحت عامل كده كنترول ايه كنترول جي، خد نسخه من الازرق بلاير جديده بس الاثنين فوق بعض، فانت ما انتش شايف، حركهم يبعدوا عن بعض كده عند اوت. يبقى دي كده عندي فوائد التحديد. بس كده يا باشمهندس؟ لا لسه مش بس. يبقى املى المنطقه دي لو عايز احذف المنطقه دي المحدده دي، عايز احرك المنطقه دي بس ايه المنطقه ده بس من اللاير، عاوز اخد نسخه من المنطقه المحدده في نفس الطبقه، كويس في نفس الطبقه كويس، هعمل ايه؟ انا محتاج اداه التحديد والموف تول ومفتاح الت، عايز انقل المنطقه المحدده الى طبقه جديده اللي هي كنترول زائد شيفت زائد جي، ده كده النقل. طب لو عملت كنترول وجي بس، لو عملت كنترول وجي بس، كنترول زائد جي، يبقى ده كده النسخ. النسخ كده عندي، يبقى كنترول وجي ده كده عندي مين؟ ده كده عندي النسخ كده عندي، يبقى ده كده عندي النسخ، يبقى ده كده عندي النسخ كده عندي اهو. طيب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، بصوا بقى مع بعض كده عندي يا اساتذه، يبقى كنترول شيفت جي ده النقل، كنترول جي ده النسخ. طيب باشمهندس انت بتاخد ليه تاني بتعلم ليه على منطقه محدده في اللاير؟ كويس؟ عايز ده غير طبعا ايه؟ ده غير طبعا كوبي، الكوبي اللي هو كنترول سي زائد سي، وبعد كده تروح عامل كنترول زائد في ده النسخ، والنقل كنترول زائد اكس، وبعد كده تروح عامل كنترول زائد في ده النقل. النقل برضه اللي هو الموف ده، الموف وده كده عندي الكوبي. طيب جميل. طب انا هو انا بحدد ليه تاني على المنطقه بتاعتي يا باشمهندس؟ هو انا ليه بحدد على المنطقه بتاعتي؟ عايز اكبر او اصغر المنطقه المحدده، كويس، تكبير او تصغير المنطقه المحدده. يبقى انا كده عندي هبتدي ان انا اعمل كده عند اهو، ادي واحد ادي اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كويس، ست، تكبير او تصغير المنطقه المحدده، تكبير او تصغير المنطقه المحدده، تكبير او تصغير المنطقه المحدده. ازاي كده عندي؟ انا مربع، انا عندي الاثنين دول في نفس اللاير صح؟ الاثنين دول في نفس اللاير، الاثنين دمت في نفس اللاير. طيب امير، امير مناع قول لي يا امير. قول يا امير. طيب بصوا معايا كده عندي يا اساتذه، هو انا دلوقتي لو كنا حبينا ان احنا، قول يا امير. طيب منظره مشكله، عنده مشكله في الصوت. هو انا لو دلوقتي كده عندي ايه؟ كنت حبيت ان انا اكبر اللاير دي البارح، كنا خدناها بالموف تول، بضغط على الشوت ترانسفورم وانا واقف كده عندي اهوت، اعلم على الشوت ترانسفورم، ظهرت لي التكبير والتصغير، صغرت كبرت، كويس، صغرت وكبرت كده عند اهو، اصغر ايه؟ اصغر واكبر. طب انا دلوقتي انا بكبر واصغر اللاير بالكامل، انا مش عايز اللاير بالكامل، انا عايز المستطيل بس، الازرق بس، حدد على الازرق بس، حددت على الازرق، هات اداه الموف تول، شو ترانسفورم ظهر، صغر وكبر، انا بصغر وكبر الازرق بس، ماليش دعوه بالاحمر، كويس. يبقى انا بصغر واكبر كده عندي ايه؟ كويس، بكبر او اصغر كده عندي اهو. طيب او ايه تاني كده عندي يا اساتذه؟ مش انا عامل سيلكت، انا عامل سيلكت كده عندي اهو، مش عامل تحديد، مش عامل تحديد، بلاش، قلنا الاختصار ده البارح برضو، قلنا الاختصار ده البارح. دلوقتي يا اساتذه البرنامج هيفصل، البرنامج هيفصل كمان شويه، اول ما يفصل دقيقه وابعت لك اللينك الثاني عشان نكمل المحاضره بتاعتنا، عشان اكمل المحاضره بتاعتنا، كويس؟ لو البرنامج فصل دقيقه وهبعت لك اللينك الثاني، هتلاقيني بعت اللينك الثاني على الجروب، دقيقتين كده عبال ما ببدا